يكمل ولا يمشي من نادي الزمالك؟ بعد اللي حصل في الكام ماتش الاخر دول يعني هو عاد جامد, فالمفروض ان هو يعني ما يكملش. بس ف مش الاحسن ان هو يمشي. انا شايف ان لازم يكمل. الراجل جايب بطولتين السنه اللي فاتت, الراجل اصلا ما حصلش تدعيمات كويسه اصلا, جايب فرق مش مطالب هو اللي لاقيه يعني. هو حاول اول ما لعيب مكان لعيب تاني اصلا ما بيلعبش في مركزه. السيد عبد الله نيمار هو بيلعب اصلا وينج يمين, هو بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال, فهو اصلا مفيش تدعيمات قويه في الفرقه. والتدعيمات اللي جت ابراهيم النضاي جه صاب اصلا صفقات مش كويسه, يعني هو مش الصفقات اللي هو يقدر يملي عليها زي بن شرقي لما كان موجود, وزي ما كان جايب لعيبه تانيه كتير. طارق حامد اصلا لما مشي اثر كتير قوي في نص الملعب, جه البديل بتاعه مش زي طارق حامد. دونجا شغال بس عمرو سي مش قوي, والحاجات اللي جت بديله يعني مش زي اللي جابوا رفيق كابو. انا عايز تقول يكمل ياخد طبعا لازم رايح يكمل ولا يمشي؟ مش عليه قوي زي ما الناس فاكره, كلها ناس ماسكه في الكام ماتش وكام غلطه اللي فاتوا اللي كان هو السبب ومش عارف ايه والكلام ده. بس لا, شايف ان هو اخر قرار الصراحه مش احسن حاجه يعني. شايف ان هو الصراحه هيكمل وهيجي منه الجنب بعد احسن. بس لا, هو يعني كياخد فرصته بس في وقت كبير. لا تاني معلش كمل زي ما انت كمل. طيب هو فريرا بس يكمل فتره قصيره, لو فضل على الحال ده خلاص يمشي. شايف ان هو يكمل فتره معينه؟ الفتره قصيره جدا لو فضل على الحال. رايك بروفيسير؟ بروفيسير والله يعني رايك يقعد؟ مدرب كويس جدا ده رايي الشخصي. لا, لابد من ضخ دماء جديده. لازم في مراحل كده معينه لازم فريرا يعني يترك المجال لشخص اخر يخوض المهمه والتجربه, خاصه الموسم بالنسبه للزمالك بقى يعني ما فيهوش اي مكاسب. حاولوا بقى ينقذوا ما يمكن انقاذه, ان هم يعملوا على الاقل فريق تاني جديد يقدر ينافس. لسه دوري ابطال افريقيا قدامهم, ممكن لو في اراده عند الاداره. كمل ولا يمشي من نادي الزمالك؟ لا, اعتقد ان هو ممكن ياخد فرصه ثانيه, عشان هو مشكله لعيبه يعني, تقسيم اللعيبه بس. هي مشكله لعيبه, ممكن يكون في اخطاء فنيه في بعض الاوقات, بس لو كل لعيب عمل اللي عليه هيبقى النتيجه تبقى احسن من كده بكتير. مش ماتش الاهلي بس, ده كذا ماتش ورا بعض يعني. شايفه يكمل؟ يكمل. اشكرك. يمشي ليه؟ ماتش امبارح مش كويس, تغييراته مش كويسه. بس زي ما قلت لك انا اهلاوي, فمش هينفع ادي راي للزمالك يعني. لا, صرف النظر عن الاهلي والزمالك, انت شايف ان هو يكمل ولا يمشي؟ هي التغييرات ما كانتش كويسه عندهم. شايفه يمشي؟ مش نادي الزمالك. لا, انا شايف ان هو يمشي بصراحه, شايف ان هو يمشي كفايه كده يعني. يجيب مدرب مصري وخلاص, يكمل بقى الموسم وخلاص يعني, ما يكملش. انا راجل زملكاوي واكيد يكمل. يكمل ليه؟ ايه؟ ليه؟ لان هو كان الفريق اصلا في ازمه يعني. احنا رحنا له سافرنا له البرتغال كذا مره عشان يرجع يقف مع الفريق, لان هو الصراحه لما جه يعني ظبط الفريق كتير. احنا كنا واعيين يعني, عمل معانا مجهود كبير برضه. هو الراجل يعني لما حتى عارف ان الزمالك وقع وعارف ان احنا يعني فريق لجمهوره وكده, بس برضه وقف جنبينا. والراجل يعني اتحدى وجه وقف معانا, والسوق السنه اللي فاتت عمل نتائج حلوه قوي. شافوا كام؟ مش معنى ان هو خسر ماتش يبقى هو فاشل, ما هي اصلا اللعبه فوز وخساره. صح. حضرتك فريق يكمل ولا يمشي؟ لا, يمشي عشان ما عندوش فكر تاني جديد. هو الريتم اللي هو ماشي عليه ده مش ماشي, ما يمشيش في اي نادي. ده نادي كبير, المفروض عايز مدرب يبقى عنده فكر. الماتش انت اللي بتوظف اللعيب, مش اللعيب هو اللي هيوظفك. ده المفروض. اشكرك. حضرتك مع فريرا يكمل ولا يمشي في نادي الزمالك؟ لا, هو يكمل. هو العيب كله في اللعيبه مش في فريرا, عيب اللعيبه يعني. اللعيبه لو تلعب برجوله وتلعب باداء كويس هيعملوا ماتش كويس, لكن فريرا لعيب مدرب كويس يعني. معاك كمل لو بس يعني. هو لا, هو مدرب كويس, لكن بالنسبه للعيبه هي اللي عامله النظام ده كله اللعيب بس. لا, اعتقد انه مش هيكمل عشان كنادي مش متقبله, او شكله كتير, او مش بيركز حاجات زي كده كتير بتحصل. انت وجهه نظرك ايه؟ وجهه نظري ان هو ممكن ياخد فرصته تاني, ونشوف مثلا في الماتشات التانيه هيعمل ايه, وهيبقى مستواه عامل ازاي, ولو كده هو ده اللي هياسسه اللي هيكمل ولا لا. هو اي حد عامه لازم ياخد فرصته كامله مره واثنين وثلاثه, عشان هو اكيد بيتعلم من الخبرات, بيتعلم من الحاجات من الممارسه, فلازم ان هو ياخد فرصته. فانا مع ان هو يكمل, يديله فرصته. لا, يكمل. ليه؟ شو, هو راجل محترم يعني, وهيدرب الزمالك يعني, وحبه حبه الامور هتمشي.
بريرا يكمل ولا يمشي؟ لا يكمل، انا عيب كان في اللعيبه مش في هو يعني. ماشي ولا يمشي؟ لا يكمل عادي. ليه؟ هو اللي خلاه يعني البطوله دي اللي هتقع منهم يعني، هو مش بيدلدقوا بطولات يعني الزمالك قوي يعني. بسم الله ما شاء الله خدوا السنه دي، مش بطوله يعني اللي هتفرق يعني، ده الاهلي برضه يعني. شايف ان هو يكمل؟ يكمل، حلو فرقه بالنسبه له. اما بالنسبه لو انا زملكاوي اتمنى برضه ان هو يكمل. لا يمشي طبعا. ليه؟ لانه هو سيء، طلع كل نص الفريق وما كانش موجود الزمالك النهارده، فيستحسن يمشي والله. ما انا اهلاوي على فكره وبقول لك طبعا. ولا يمشي؟ لا انا شايف ان هو يمشي. ليه؟ اولا الخطط بتاعته كل شويه بيغير خطه، وكل شويه بينزل تشكيل شويه، مفيش عنده حاجه ثابته يعني. هو المفروض يشتغل على خطه ثابته، هو ما بيشتغلش على خطه ثابته، هو بيغير كل يوم تشكيل. لا يمشي طبعا، يشوف مدرب تاني احسن منه، مش عارف يقابله تاني الاهلي. بس ما هو ما عرفش اخر اربع ماتشات، اتعادل ماتشين وخسر ماتشين والاهلي ختمها له بالخامس بس كده. مشكور فيريرا يمشي. انا على فكره اهلاوي، اهلاوي جامد، بس اللي شفته امبارح في ماتش بين اهلي وزمالك ما يليش ابدا بالزمالك بصراحه. مشكور. مش من الزمالك طبعا يمشي. ليه؟ النتيجه امبارح كانت كبيره عليهم الصراحه، 3-0 كتير. لازم طبعا يمشي، يشوف حد مكانه يكون احسن منه، لان مكانه دلوقتي مش كويس. لازم الزمالك يبقى احسن من كده.